شي بركه وحده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا بعد. احنا في احد، هذه المنطقه كلها كتسمى احد. هذا الجبل هذا من هنا هذا 13 كيلومتر لهنا كيتسمى احد، جبل احد. سي لو مو دو احد. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فيه هو الاول اللي صلى على الجنازه، شنو كيفي لا بخير شنو الامر، عنده الاجر ديال جبل احد. الى ان ريكومبونس كوم اجر حسنات كوم جبل احد اون بوا. شحال كيفلتوا الناس ديال الحسنات اللي كيخرجوا ما كيصليوش على الجنازه. طيب هنا علاش كنجيو ليه؟ لان كاين شي صحابه مدفونين في واحد المقبره اللي نشوفها ونرجعوا في حالتنا. كاين 70 واحد ماتوا من الصحابه، 70 واحد ماتوا من الصحابه في هذه الغزوه هذه لا باتاي. كاين باتاي كوسابي احد. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المدينه، قريش هما كاين خارجين من 1000 واحد سون سورتي دو لا فيل 1000 بيرسون. النبي صلى الله عليه وسلم سي كومبانيون. قريش جات من مكه ب 3000 واحد. دونك لو رونكونتر ايتي ايسي كنت هاد الجبل هذا اللي كتسميو الشوال هذا الصغير هذا كتسميو جبل الرومات. هاد الجبل قدامكم هنا كنت لي دو لوت كوتي لي ميزيلما جايين من هنا كفار جايين من هاد. وقعت المعركه من قبل ما يتلاقاو النبي صلى الله عليه وسلم دار واحد 50 واحد فوق هاد الجبل هذا. هاد الجبل الصغير اللي طلع فوق الناس كيتفرجوا فيه وكيديروا فيه التصاور. هاد الجبل هذا خصنا الا طلعنا ليه نبكيو نبكيو. سي اون مونت لابا اون دوا بلوغي. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلى فيه 50 واحد الى ليسي 50 بيرسون سيغ جبل الرومات. واحد منهم الشاف عبد الله بن جبير قال لهم ما تحركوش من هنا فو با بوجي ديسي ميم سي فو فوايي كونا غيوسي كونا لا فيكتواغ كون كومونس غامسي لي بيتان نو بوجي با ديسي. وزيت اللي زالي سيدي غير بور كو باش يحافظوا على اللون كي البروتيج البروفيسور سي كومبانيون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المعركه هو وصحابه، فعلا كان النصر لا فيكتوار. القريش بداو كيهربوا كيجريو هربوا كيخليو كلشي من وراهم داكشي كلشي. الصحابه اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ملي شافوا قريش هربوا لوغس كي زون في قريش لي قريش سون فوي بداو كيجمعوا داكشي اللي خلات قريش الدنيا. هادو اللي كانوا هنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركوش، ولكن الدنيا شويه صعيبه. البعض منهم ملي شافوا داك الشيء شافوا الناس كيجمعوا قالوا حنا اش كنديروا هنا. كيقول لهم الرئيس ديالهم عبد الله بن جبير ما تحركوش، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركوش، ما سمعوش ليه. خلاوهم مشى خلاوه هو مع عشرة الناس. دونك سون بارتي غاماسي لي بيتان اي عبد الله بن جبير غيسي افيك دي بيرسون. قريش جا من لهيه كيشافوا كان معاهم واحد الكبير ديالهم الشاف ديالهم واحد ماشي شاف ولكن الشاف ديال الارمي كيسمى خالد بن وليد. كتسمعوا خالد بن وليد كان مازال ما سلمش كان باقي من مع الكفار. اشنو شاف الجبل هذا خوا شاف غير واحد الكوسه صغيره جا دار من هاد الجهه وجاهم من هنا وقتلهم ب 10 باسكو لي لا اله توي لي دي بيرسون. النبي في الوسط خالد بن وليد مع الناس من اللور قريش عيط عليهم جاو من لهيه داروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ديالو في الوسط. دونك في الاول كانوا منتصرين بروميير فوا ايتي فيكتوريو اي في الاخر بداو كيهربوا الصحابه بداو كيهربوا لي كومبانيون اي كومونس ا سان فيغ. بقى النبي صلى الله عليه وسلم 11 مع 30 واحد تقريبا. من بعد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا لواحد الصخره في هذا الجبل هذا طلعوا استحقوا به حتى هربت قريش. دونك لا فيكتوار او ديبي اي لو شكون نسميو الهزيمه لا بيرت. على فهم علاش انتصرنا وعلاش خسرنا؟ على واحد المخالفه خالفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. باسكو هنا بيغ دي سيت باتايلا باسكو هنا دي زوبي وزوغ دي البروفيت صلى الله عليه وسلم. اي هذا واحد من الله عز وجل هدر لهم الهزيمه باش يعرفوا القيمه ديال المخالفه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. اي نو اجوردي كوني لا سي جوست بو ريفليشيغ ان بتي كو ا سولا. لوغسكو
لو بروفي صلى الله عليه وسلم كيعطينا الاوامر كيخصنا نحافظوا عليها وناخذوها. الوقت ملي كان نخليو الاوامر ديال النبي صلى الله عليه وسلم وكندير داكشي اللي قال لنا راسنا، عرفوا بان الهزيمه جايه، عرفوا بان اون با لا فيكتوار اون ريان دي تو اون اي بيردون سور تير. دونك الفو اوبيغ لو بروفي صلى الله عليه وسلم، اوبيغ الله سبحانه وتعالى بروميرمون، اي اوبيغ بروفي صلى الله عليه وسلم، خصنا نطيعوا الله ونطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وغتشوفوا ان ماتوا 70 واحد من الصحابه هنا، مات 22 من الكفار وماتت 70 واحد من الصحابه كلهم مدفونين ما غاديش تشوفوهم. كاين جي كاين جي غير جوج اللي باينين، سيدنا حمزه كتسمعوا به، سيدنا حمزه عمو، وعبد الله بن جبير اللي كان الرئيس ديال الفرقه هذه. دونك ياك دو تون كون فوا لي زوطخ اون ني فوا با، يا حمزه لونكل دي بروفيسور صلى الله عليه وسلم اي عبد الله بن جبير. هذه هي الفائده ديال اليوم، ديال هذه الفائده، نشوفوا بسرعه نمشيو نشوفوا المقبره باش نشوفوا المقبره كيفاش دايره. ماشي المقبره اللي فيها راه فيها 70 واحد من الصحابه الكبار، ولكن ما داروش فيهم، ما بناوش عليهم، ما بداوش كيزوروهم والو على الارض. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. امين امين. راه الا ما سربيناش غادي يمشي لنا الظهر لهنا.